هلا هني عاملين دور لحالهم عاملين دور خلص. ايوه اللي واقف من قدام بيدخل بياخذ اول شيء. ايوه بيطلع الخبز لعنده بياخذوا شطور على الكارت كمان نفس الشيء. شطور على الكارت. يلا عمال على طريق حلب يمي قطعوا صلاتي قطعوا صلاتي وبترابتي كحالة بيمي. في جمعيات بس ما هو الكم مثل البيبول، يعني توزيع البيبول هو الكمية الأكبر. يعني مع التركي يطلع من كتير ممتاز، وهلا بنشوف شو بنفر ان شاء الله. اذا الله الطحين هذا نحن طحيننا من تركيا، نحن ايش من محدود بنجيبه الطحين البلدي. نحن حاليا عم ننزل هلا الطحين على الفرن، هي يعني الله يكون بعبيته ان شاء الله. حرجة كثير، طول الطحين عندنا كان ب 50,000، اليوم 73,000. 73,000 كيلو الخبز حاليا بنباع ب 100 ليرة. بس هدول كلهم ما الكمية الكبيرة، يعني هدول كلهم قيمتهم نص حقهم ونص قيمتهم، يعني وفي قيمتهم كمان. المجاني عندهم كثير قليل، الوحيدة بيبل حاليا بتحسب البيبل عم بتغطي ثلث حلب الحرة أو ربع حلب الحرة، تمام؟ اللي 6,000 قيمة، يعني نزلت لل 4,200. هلا بهذا المركز كم رتبه بتنزل؟ 325. 325 بتنزلونهم يوميا؟ ايوه كل يوم. طب مثلا عدد المستفيدين هون بهذا المركز؟ تقريبا 160-165 تقريبا. في منهم بياخذوا رابطين ومنهم بياخذوا رابطين ورابطين. في عندهم رابطين في عندهم حسب تعداد العائله. تعي لعندي تعي لعندي انت. ايش اسمك انت؟ شهد. شهد انت جاي تاخذي خبز؟ كم شخص انتو بالبيت؟ ناس. ايه كم شخص انتو؟ 10. انتو 10؟ كم رفض بدك تاخذي هلا يا شهد؟ ربطين. فاطمة انتو كم شخص بالبيت؟ 3. 3 اشخاص؟ وانا 4. وانت الرابعة؟ زوجك موجود؟ لا مفقود. طبيعة الجزيرة. طلع عشان ياخذوا ياخذوها مني. مركز توزيع اي منطقة؟ كرم الافندي. كرم الافندي، انتو كم رابطة بتستلموا يوميا؟ 125 رابطة، عدد محدود كتير كتير. وعنا في لهم شروط معينة لتاخذوا اكثر من رابطة اللي هي للشهداء واليتامى. وطبعا نحن بنعاني انه عنا 400 عيلة بنغطي فيها 180. وحاي معدم، لا فرن لا خبز. ازمة من قبل وبعد للساعة، وعم نطالب مرارا وتكرارا انه تزيدوا لنا كميه الخبز بحيث نغطي كل الحي. واقرب نقطه في عليك ضغط هلا انت من قبل انحاء الحي كثير كثير كثير. هلا غير المنظمه هون مين عم بيغطي بالخبز المنطقه؟ ما في حدا بيغطي طاوه غير بمصرات، يعني بيطلع شخص بوزع خبز ربطه ب 60 او 100 ليره. الصبح على العربيه